أهلا بكم إلى فقرتنا الطبية الرئيسية، حيث تتضارب الأقوال حول فوائد الأطعمة النية لسيما الأسماك وبين مضارها، حيث أن طرق تخزينها وفترة استهلاكها يلعبان دورا كبيرا في تفادي الإصابة بمضاعفات صحية. أمثلة على أشهر الأطعمة النية هي السوشي وبعض ثمار البحر والكب النية وقطع اللحم أو الستيك غير المطبوخة جيدا. وللمزيد عن الموضوع ينضم إلينا من جدة دكتور كيفن حافظ، استشاري طب عائلة وطوارئ. صباح الخير دكتور كيفن. يعني دائما في حديث أنه اللحوم النيئة يعني هي سيئة للصحة، بس في كثير ناس بيتناولوها طول الوقت، وخصوصا مثلا في مع رواج السوشي وما حد سر له شيء يعني، ففين وجه الضرر؟ صباح الخير لكما ولكل مشاهدي العربية في كل مكان. صدقتي يا سيرا، الكثير من الناس لا يدري عن مضار هذه الأكلات النيئة، خصوصا إذا ما ذهب إلى 5-star hotel أو مطعم ويدعي بأن هذا المطعم نظيف وكل شيء نظيف وما شابه. ما أقول في هذا الصدد أن الأطعمة الأسماك أم اللحوم كلها رائعة جدا إذا ما كانت مطبوخة. الطبخ حصر درجة الحرارة يجب أن لا تقل عن 63 درجة مئوية، ولكن إذا ما نظرنا إلى الأطعمة النيئة، إن كانت سمكا على سبيل المثال، فأغلب الأسماك التي تباع في تقدم في المطاعم تقدم على أنها أسماك طازجة، وحذاري من هذا. فإذا ما كنت تريدين أن تتناولي الأسماك نيئة فعليك أن تتناوليها ليست طازجة وإنما مفرزة، لأن التفريز يقتل كافة الطفيليات، لا يقتل كافة الجراثيم ولكنه يقتل كافة الطفيليات. أما إذا تناولتيها بدون تفريز أو هكذا مقدمة طازجة نيئة، إن كانت كبة نيئة على سبيل المثال أم سمك نيئ، فهذا كله قد يحمل العديد ليس فقط من الطفيليات والجراثيم وإنما أيضا من المسممات التي قد تتسبب في نعم. أمراض كثيرة منها نعم تفضل لا تفضل من هذه الأمراض على سبيل المثال، خصوصا عند الحوامل. هذه مشكلتي، أن تتناول المرأة الحامل هذه، خصوصا إذا ما كانت معتادة على تناول هذه الأكلات. وأنا أرى عند أصدقائي وإخوتي وأحبتي في لبنان أنهم يتناولون الكبة النيئة على سبيل المثال، أو السودة، ما يسمى السودة أو الكبدة النيئة الطازجة. حذاري من هذا، فهي كلها مليئة بالطفيليات واللابل والمسممات. من الأمراض التي قد تتسبب فيها على سبيل المثال أمراض هضمية مثل الانتفاخات والغازات والإمساك والاضطرابات وما شابه، وأضف إلى الحموضة، أضف إلى هذا إذا ما تسببت في دودة شريطية، هذه الدودة سوف تنمو وسوف تأخذ من غذاء الأم إذا ما كانت الأم حاملا، وهذا ما يعيق نمو وتطور الجنين. طيب بعيدا عن الحوامل، لأن الحوامل يمكن عليهم بعض المحاذير أكثر من الأشخاص العاديين، خلينا كمان مثلا في بعض الأحيان البعض يستخدم مثلا عصير الليمون، هل هذا يكفي لقتل أو للحماية من الأضرار الأكلات النية أم لا؟ هذا احتيال، وأنا أوافق مع هذه الحيلة أو ما يدعون بها. نعم، من يريد أن يأكل، من يصر على أكل المأكولات النيئة إن كانت بحرية أو كانت لحمية أو دواجن، فأنا أقول في هذا الصدد هناك بعض الاحتيالات. أولا أكلها باعتدال، ثانيا كما أشرت سابقا أكلها أن تكون مفرزة وليست طازجة حتما، لأن التفريز يقتل الطفيليات وأغلب الطفيليات. ثالثا أن تضيفي البقدونس، فالبقدونس يمتص الدهون والكثير من هذه الجراثيم، وأن تضيفي الليمون، والبعض يضيف الزنجبيل والآخر يضيف الثوم. كلها مثلا الثوم هو مضادات حيوية رائعة ناجعة وناجحة وطبيعية، وهناك الزنجبيل على سبيل المثال. فنعم أوافق بمن يضيف الليمون إلى اللحم أو اللحم النيء أو ما شابه على أنه قد يقلل من نسبة الجراثيم، لكنه لن يمنع كافة الجراثيم. كذلك الغرب على سبيل المثال، في بلاد الغرب يضيفون الكحول ويضيفون بعض الصاصز، العصائر أو الجوس أو الصاص، فهذه كلها لن تمنع ولن تدخض الجراثيم.
نعم. طب دكتور كيفن، بشكل عام يعني انت ذكرت انه الحوامل، بس مين في احد ثاني برضه ما لازم يقترب من اللحوم النيه؟ نعم سيرا، هنا نقسم مجموع الأطباء يقسمون الناس المجتمع على من هم ذو عوامل خطرة ومن هم ذو عوامل طبيعية، يعني ما عندهم نسبة خطورة. هؤلاء اللي عندهم نسبة خطورة هم على سبيل المثال الحوامل، الأطفال الصغار، المسنين، الناس الذين يعانون أصلا من مشاكل مزمنة مثل نقص في المناعة، مثل أمراض السكر، أمراض الكبد، أمراض الكلى. أضف إلى هذا الناس الذين يعانون من نقص في الأسيديتي وفي حموضة المعدة، أو هؤلاء الكثير منهم الذين يتناولون مضادات الأسيد الأسيد للمعدة، مضادات المعدة لحرقان المعدة وما شابه. بتقليلنا للأسيد في المعدة فنحن نقلل من عملية الهضم، وبالتالي نقلل من نكثر من وجود هذه البكتيريا ونقلل من كيفية القضاء عليها. فحذاري من تناول الأطعمة النيئة عند كل هؤلاء الذين هم مصابون بعوامل الخطورة العالية. طيب نعم. دكتور كيفن، ننتقل للحوم. موضوع يعني غير الأشياء زي الكب النية مثلا، الستيك العادي اللي هو الشخص لما يطلبه رير أو ميديم رير، يعني طريقة الطبخ تكون قريبة للني، شو مخاطرها وكيف ممكن تفاديها إذا شخص أصر على أكلها بهذه الطريقة؟ نعم مهيرة، لا بأس بالميديوم رير أو الرير، ما دام الشرط هنا ما دامت وصلت درجة حرارة اللحم أو الستيك إلى لا تقل عن 63 درجة مئوية أو 154 درجة فهرنهايت. وأنا هنا أتحدث عن درجة الحرارة الداخلية لهذه الأطعمة. والطريقة الوحيدة، هناك طريقتين، الطريقة المثلى لمعرفة درجة حرارة هذه الستيك إن وصلت إلى 63 درجة مئوية أم لا، بقياسها بوضع ميزان حرارة الطعام. لكن إذا كنت تريدين أن تطهي وتطبخي هذه الأكلة في البيت وليس عندك ميزان حرارة الطعام، فما عليك إلا أن تضعيها على درجة 145 درجة فهرنهايت أو 63 درجة مئوية لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. في هذا الشأن تستطيعين أن تتأكدي أنها قد طردت وقتلت جميع الطفيليات والجراثيم. شكرا للدكتور كيفن حافظ، استشاري طب العائلة والطوارئ، كنت معنا من جدة. موضوعنا كان عن مضار الأكلات النية.